السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نحاول نديرو في حال هذا الفيديو من الصوره الى هذا الفيديو. في اول مرحله غادي ناخذ تصويره خاويه في حال ما هكا، وتصويره فيها لوبجي عامره، ومن هنا غادي نحاولوا نعزلوا الجسم ديالنا على الصوره. نختاروا داك الخيار ديال لا سيليكسيون. تقدر تختار كاين بزاف كيفاش انك تعزل الصوره ديالك على الباك جراوند. هذه سهله وكديتكتي دغيا، و احسن طريقه باش انك تعزل الصوره ديالك على الباك جراوند. غتسليكسيونو بشويه عليك لا فوتو ديالك حتى يبان لك سيليكت هو هذاك على الجسم ديالك. من بعد غادي تحاول كاع انك ما تخلي حتى شي حاجه، ما تنسى حتى شي حاجه في الصوره ديالك باش انك ما تسليكسيوناش. غادي تحاول تسليكسيوني كل شيء في حال ما هكا، تحاول تسليكسيوني كل شيء. من بعد غتختار هذا الخيار هذا ديال روفاين ايج. هذا داك سيليكت غادي يولي اكثر دقه من بعد ما غنزيد عليه هاد لي زوبسيون هادو. ما تنساش انك تختار داك الخيار ديال نيو ليرز باش تعزلو في لير بوحدو، ونضغطو من بعد اوكي. فوالا، احنا عزلنا الجسم ديالنا على الباك جراوند. فوالا، وهنا غادي نختارو كوما باش اننا نحيدو هذاك اللي بشيتريك اللي باقين زايدين، باش تولي ما الصوره ما يبقى فيها حتى شي عيب. من بعد نحيدو هادشي كامل غير بشويه علينا، ونحيدو هادشي كامل باش تولي الصوره اكثر دقه، وما يبانش العيب من بعد ما نديرو هذاك لا فيديو، ما يبانوش هذاك اللي دير شي زايدين في التصويره. غادي تخدم تصويرتك على خاطرك بشويه عليك. اللي ما عرفتيش، كاين بزاف لي توتوريال كيعزلو في حال ما كيشرحو كيفاش عزل الصوره ديالك على الباك جراوند. من بعد غادي دير اوبن باش تجيب هذاك لوبجي ديالك. لوبجي ديالك ماشي بالضروره يكون لانس ديال الكاميرا، ولكن يقدر يكون اي حاجه غير. تقدر تختار اي حاجه، كره، اي حاجه بغيت انك تحركها مع الصوره ديالك. غادي دير كنترول سي، ومن بعد غدير كنترول في. من الاحسن تكون الصوره بون بي ان جي باش ما تكرفش في لا سيليكسيون ديال الصور عاوتاني. غادي تختار الرومبلاسمون ديالها المناسب، الرومبلاسمون ديالها المناسب، وحتى الحجم ديال الصورة يكون صغير ويكون ملائم مع الصورة. بهالطريقة هذه تحطو فين ما بغيتي انت تحطو، وباش في الانيماسيون ويجيك ساهل بالافتر افكت. من بعد غادي نصوف كارديو بروجي ديالنا سو فورما بي اس دي، يعني سو فورما فوتوشوب. انا كان ديجا مونجيستغ انا ندير ريبليس ودير اوكي. دابا اخدين دابا كملنا من فوتوشوب، دابا غندوزو الافتر افكت، غنديرو نيو كومبوزيشن. غادي تختار الوقت شحال بغيتي في الفيديو، انا غادي نختار دي سكوند. من بعد اوكي، من بعد غندير امبورطاسيون فيشي، وغتختار فيشي ديال الفوتوشوب لي انغوزيستخي. هو هذا، هنا كاين بزاف الاختيارات. غتختار كومبوزيشن، وهنا سيل دي كالك موديفيابل، يعني غادي دوك لي كالك كاملين غادي تقدر تموديفيهم. هما هادو بثلاثه اللي كنا خدمنا في فوتوشوب، كاين الباك جراوند، كاين انت، وكاين هذاك لوبجي اللي درنا. هادو بثلاثه كاينين. دا غنختاروا الخيار ديال 3 دي ضروري، ونديروا كريي، ونديروا ان كاميرا. هنا فين غادي نتحكموا في الكاميرا كيفاش كتحرك. هذا خيار مهم. هنا غادي نجيو وغادي نضغطوا بي في الكلافي باش نختاروا البوزيشن ديال الصوره. ديما نختاروا بي هي بوزيشن، ونعطيوها هنا بي هي بوزيشن باش نختاروا رومبلاس بوزيشن ديال الصوره. هنا غناخذوا دو فيو ديال الكاميرا وديال الصوره ديالنا. من بعد غادي نجيو للباك جراوند، وغادي نعطيوها هنا نعطيوها مثلا 2000، يعني البعد ديال الصوره على الكاميرا نعطيوها 2000. غادي نمشيو للباك جراوند تاعي، ونكليكو بي في الكلافي، ونعطيوها موان 1000، يعني غتكون هي القريبه، يعني غنبداو بقريب، وغادي نتمو غادي نبعدو فيها. وحتى لوبجي ديالنا اللي درناه حتى هو غادي نكليكو بي، ونعطيوه موان 1000 نفس لا فالور اللي عطينا الباك جراوند، حيت هما في نفس الموضع. موان 1000. فوالا، دابا عطيناهم بوزيشن ديالهم. غادي نكليكو اس باش نتحكموا في الحجم ديال الصوره ديال الباك جراوند.
حنا ما نخليوهاش بحال ما هكا، غادي نقربوها واحد شويه بحال ما هكا. فوالا اختار حتى الحجم اللي يناسبك انت و فوالا. هنا هذا البوزيشن ديال اللاير اللي درنا ديال لوبجيكتيف ديال الكاميرا، انت غتحكم فيه في اي بلاصه بغيتي انت تحطو. هنا غادي نجيو للبوزيشن ديال الكاميرا تماك وغنمشيو للاخر وغنكليكو هذا الخيار هذا باش على اننا انيميو من البداية حتى الاخر. هنا غادي تبدا تختار الكاميرا فين غادي من غادي تبدا. هنا البداية ديما في الاول البداية وفي الاخر تماك هي الفينيش، يعني من غادي تبدا وكيفاش غادي تسالي. هنا غادي نحاول نقربو وغتشوف حتى ولا انت القرب اللي يناسبك انت من بغيتي تنطلق وفين بغيتي تسالي. انا غادي نحاول على انني هنا تقدر تحكم حتى في الارتفاع، يعني من غادي تبدا واش من الفوق من التحت قريبه بعيده، كاين بزاف لي زوبسيون في هذه. هنا غادي نطلع واحد شوي فوالا فوالا. انا نحاول انني نبدا شويه بعيد باش يبان لوبجي ديالي داك لوبجيكتيف اللي كنا درنا. هنا فوالا نزحت شويه في الارتفاع فوالا. شوف من غادي تبدا وشوف فين سالات. هنا بدات من تماك، بدات من قريب وسالات في البعيد. هنا راه درنا تقريبا نصف الانيماسيون ديال الصوره، يعني هذا هو اهم خيار اللي هو هذا. نزل واحد شويه، نطلع واحد شويه الفوق باش تمجيه من الفوق وتهبط لتحت، غادي تكون احسن فوالا بحال ما هكا. كيف ما كتشوفوا بحال ما هكا. انت كما قلت لك غادي تختار انت المودا ديال الكاميرا اللي بغيتي والبعد والقرب اللي بغيتي. غنمشيو لهاد الخيار هذا باش اننا هنا خصنا انيميو التصويره، يعني ما تبانش ان التصويره غير فيكس ما فيها حتى شي موفمون، يعني هي حتى شي حاجه ما درناها في الاخر. خاصك ضروري تانيمي الصوره ديالك، غدير بزاف هاد لي بوين باش انهم كيتحكموا في لا فيكساسيون ديال التصويره، يعني كتبقى التصويره فيكس الا بغيتي تتحكم فيها مثلا دير واحد الجانب وجانب لا ما تمشيش كامله، واحد بوان كتبقى شاده وبوان الاخر كتحرك. هادشي علاش كنديروا بزاف لي بوان. انا هنا درنا هاد لي بوان هادو وغادي خصنا نبداو انيميهم دائما. هذيك دابا في الفينيش هذيك غتسالي بحال ما هكاك بهذيك الطريقه. ديما كنشوفوا الكيرسور فين كاين. هنا ناخذ فيو وحده باش نتحكموا فيها، نقربوا الصوره مازال هالما هكا ونبداو بالبديه. ديما نجيبوا الكيرسور البديه و نتحكموا فيه، نانيميو لي بوين اللي بغينا باي طريقه بغينا. وهداك الشيء الى عطيتي شويه الوقت غتطلع شي حاجه زوينه. مثلا هنا ديما خصك تكون هذوك لي بوين في البدايه وهذوك لي بوين تكون اون سيليكسيون، يعني تكون سيليكسيوني. شوف لي موفمون، شوف اللي كيفاش. انا ما انيميتهاش، ما عطيتش واحد الانيماسيون كبيره باش تبان بالضبط. يعني المهم راه هي بانت حد شويه. انت تانيمي بالشكل اللي بغيتي، شوف كانت فوق الاعلى وشويه تما تغدا وكتهبط باش تشد هذاك لوبجي ديالنا على حسب انت الفكره اللي خدمتي عليها. غادي تحرك الايد ديالك بالطريقه ولا اي عضو في الجسم ديالك بالطريقه اللي يتناسب مع الفكره اللي خدمتي عليها. فالمثال ضروري خص ايدي تكون مهزوزه باش تشد داك لوبجي اللي جاي طايح. انتو كما كتشوفوا شوف الانيماسيون كيفاش داز بشويه واللي تهبطات، وكاين واحد لي انيميت ديجا اللي هي كتطلع. وهنا يعني كي ما كتبقاش داك السونس ديال ان الصوره ما كتحركش، دابا كتحرك وكتعطي واحد القواعر بزاف للصوره. هنا نكليكو عاوتاني بي باش نتحكموا في لوبجيكتيف، باش نتحكموا في لوبجيكتيف كيفاش كيتحرك. لوبجيكتيف غادي يكون هنا هذاك الفينيش
وفين غادي يسالي من غادي يبدا ومن غادي يسالي ديما غادي نتلعب على دو بوين باش دو بوين مهم من فين كيبدا وفين كيسالي هو اوتوماتيكمون كيتحرك من كيتحرك من كياخذ على حساب لي بوين اللي عطيتيه لي فالور اللي عطيتيه وكيبقى غادي وكينقص في هذوك لي فالور اللي كيزيد فيهم على حساب انت لي فالور اللي عطيتي نكليكيو اغ هنا باش نتحكموا في الروتاسيون دابا الروتاسيون ديال لوجيك ما يكونش هابط غير هكاك نزيدوا له واحد شويه الروتاسيون باش يعطي واحد القوه واحد اخر للصوره ديما نكليكيو هذيك اللعيب ونخليوها في الديبي ونديوها الفينيش ونعطيوه شحال غادي يدور انا مثلا غادي ندير له هاد الروتاسيون اللي غيدير غادي يبدا من الروتاسيون عاديه وغيسالي في هذيك الروتاسيون الا جينا شفنا فوالا ها هو كاين واحد لانيماسيون ديال لوبجي ديالنا لي فوالا هو دار هبط يعني كيولي واحد لقوا واحد اخر ديال الصوره من بعد هاد لي تريك اي تريك زدتها راه غتعطي واحد لانيماسيون واعره للصوره ديالك اي فوالا هذا هو لانيماسيون الاخرى نتمنى تكون عجباتكم نتمنى تكون عجباتكم الا كنتي اول مره كتشوف الفيديو ديالي ما تنساش تضغط على جرس الاشتراك ودير لايك للفيديو نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر بسلام عليكم.